السلام عليكم، بونجور تو الموند. اليوم جبت لكم واحد لا روسيت مانيفيك، بنينه بنينه ما شاء الله، والله العظيم غير جربتها شحال من مره، غير تحفه بالنسبه للناس اللي مدايرين الريجيم. بور تو الموند اون تو ليكا، هنا عندي خضر، هنا عندي خضر، نبدا نقطع في البصل. خليوها خشينة كيما هكا. فوالا عندي كلك سنينات توم، نكرازيهم كوم سا، نحطهم في الزيت تاعنا نشعلولو يسخن، نقطعو الفلفلات في العسيلة شرائح، هذه دي سيمو كارطوش فيها. فوالا، اون فوا لو زيت تاعنا يتبارفيما بالعاي، نضيفو له البصل، نزيدو عليه ان طون دو سيل، احنا البصل عايزين هاد لا كولور. هنا نزيد عليه الفلفل تاعنا، رشة صغيرة تاع ملح، نزيدو نحطو البهارات تاعنا، نزيدو نسكوها على طماطم، رشة ملح ولا طن ولا كيما حبيتو، نزيدولها 10 كيلو فلفل أسود، ونغطوها ونخلوها 5 مينوت. نزيدو رشة ملح هنا للبلازين تاعنا، نلفوها ونضيفوها للخليط. هادي كيمو أتان غوطا بوغ لي ديرو لي ريجيم، صحية مفيهاش لدغا، ما فيها والو، ما فيهاش لحوم، نضغط عليها كيما هاك شوية، نغلقو عليها ونخلوها طيب بوندون 10 مينيت. من جهة أخرى نروحو لاصوص تاعنا، لاصوص روج، نعرفو لي زوبارجي
يحب تحب العسل صغوش. عندي هنا دو كويار سوب تاع ويل دوليف، سخنوهم شويه. هنا عندي اون بيت بواط دو طوماط كونسونطري، نديرو 3 مغارف تاع طوماط. ماذا تولي ان بو سكري، تكون حامضه وسكري شويه. درك نوريكم القوام اللي جاي. باه انا راحت لي اللقطه ما صورت لكمش، هنا قليتها حتى نعدت مدخنه لهذيك لاصوص طوماط كونسونطري، وكي تقلات زدت لها شويه ملح شويه فلفل الكحل، وزدت لها 3 كيسان تاع الماء. دوماج ما تصورتش هذيك اللقطه. نغطيوها ونخليوها تطيب واحد 5 مينوت ونروحوا للغي تاعنا. انا عندي هنا ان بول دو ري بري باسماتي و كوم فو فولي، وعندي هنا زوج كيسان زوج دو بول نفس البول دو رو، نديرهم يغليو ونروح نغسل لو ري تاعي. فوالا هنا الماء تاعي راه غلا، درت له شويه سال، وكيما تعرفوني لو ري تاعي انا نغسلو ونبارفيميه كوم دابيتود. اني نسيت ما درتلوش نجمه الارض، درك نزيدها له. عندي رشه تاع فلفل اسود، رشه تاع كمون، وكسبط وقرنفل والرند، نحطوه يطيب. هذه نجمة الأرض، هذه نحطها في السيس باش يجينا بنين الدوري تاعنا. إن فوا يبدا يغلي كيما هاك، نقصلو لو فو، نخليه سيغ 3 با بليس، ونخليه يطيب حتى يشرب الماء تاعو. هنا لاصوص تاعنا راه يطيب، لاصوص طوماط وسيس، ليزوبرجين، بطلة الفيلم راهي طابت بيان سور، نزالو لها من 5 مينوت ونرجعو لهم بعدين. هنا البطل راهو طاب، وقاب زبدة زبدة، حان الوقت لاستقبال لاصوص غوش. ولا هنا لاصوص تاعنا راهي طابت، حان الوقت نحطو لها لاصوص. نقصولها خلاص، نحطها كامل على السطح. نغطوها نخليوها واحد 5 مينوت. هنا لوغي تاعنا راهو طاب، شرب الماء تاعو كامل، وعندنا لو ليغيم تاعنا راهم طابو سي. اذا كان حبيتو باغ اكزومبل تخليوها خاطره بزاف، نحيو الغطا كيما هكا وتخليوها البخار يتبخر، يخرج منها البخار باش تنشف. انا حبيت ندخلها للفور جيست بور غراتيني او دسو سي تو، شعلت كو لو غري وندخلها للفور واحد 3 4 مينوت ونخرجها ونوريها لكم. باهي نجيو نقدمو لوغي تاعنا. ناخدو ان بول كيما كمسا، نقدموه كيما المطاعم الكبرى. واه كمسا لي بارفي، تزيدوا وحده باسكو لاسيت راهي كبيره و لو بول صغير. فزدتني هنا مي معليش طبقه.
انا غلبت هذا لو بغا تاعها بالاليمينو باش ما تحرقليش الفطوره الجديده. زيدوا لها شويه حشيش تاع الشوربه، نتوما ديروا الحشيش اللي عندكم، مع عدنوس ولا سيبولات ولا بصله خضراء ولا كيما حبيتو. حبيت ندير لها اون فوتو. فوالا فوالا، هنا نجيب نسربوها درك ندوقها ونقولكم. بسم الله، نجيبو ملعقة. شوف شوفوا ما شاء الله، زبدة طيبة طيبة زبدة. فوالا زيدو لها شوية هكا شوية حشيش. نطوي لاسيت تاعنا. Regarde comme elle est belle. Oula, même baqiha fi khatrak men ndouqha w ngoulkom. Bismillah. Sخونه بصح. Franchement magnifique. خصها شويه تاع الملح، زيدوا لها ان بو دو سيل. سي بون، هنا نجي لنهايه الوصفه تاعنا. نشكركم على المتابعه، ان شاء الله تجربوها، هذه مليحه بزاف بزاف للناس اللي ما يحبوش يسمعوا. وجبه كامله، بارك الله فيكم، جربوها. ونشكر بزاف الناس اللي اشتركوا معايا جدد، ونشكر المتابعين تاعي القدم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.